السلام عليكم، وياكم هيثم. اليوم راح نبدل دهن، نحتاج جيج وسبانة 14، يده مال فتح فلتر، محقان، جيك ستاند. أول شي نرفع السيارة ونحجرها. طبعا هي كل سيارة ممكن أنت ترفعها من أكثر من مكان، بس الأسهل ترفعها من الصفحة. هاي اليد اللي راح نفتح بيها الفلتر. طبعا الفلتر هنا أنا صاير في ظهر المحرك، يكون وراه في صف الدينامو، ونقدر نفتحها بهاي اليد مثل ما تشوفون. طبعا بس نرخي حتى وراح نقدر نفتحها بايدينا. من نفتحها راح يذب دهن، احنا نخلي دبة جوا او فد طاسة حتى تلم الدهن. الصرة نفتحها، هنا عندنا سبانة 14، وغير سيارات ممكن 17. هاي الدبة المقصوصة مالتنا حتى للدهن نحتاجها. طبعا هاي الحركة حتى ايدك ما يصير بيها دهن، ننتظره لحد ما يقوم ينقط. ناخذ دهن شوية من اللي طلع على الواشر مال الفلتر. هذا مكان الفلتر اللي فتحناه، نرجع نشده بالايد. طبعا الفلتر ما ينشد باي شيء، لا بسبانة ولا هذا، ينشد بس بالايد حتى ما يلطش. أصلا نمسح كل شي، نطلع الصرة أو الدرين بلوج، نمسح النشفة. راح نرجع نشد إنه بإيدينا، أبد ما نستخدم أي شي لحد ما يمشي السن مالته طبيعي، حيث الأسبانة بس بالأخير. انضبها شوية. هسه نجيب المحقان مالتنا، نتأكد من عنده انه هو نظيف، واذا مو نظيف مثل هذا فننظفه، ننظفه زين بحيث حتى ما يفوت فشي للمحرك، وصخ تراب. نجيب الدهن مالتنا ونبدي نديره. وانتهى الموضوع. طبعا هنا الدبة هي جاية مضبوط على قياس المحرك، جاية 3.5 لتر، لان من الشركة مال السيارة، فما احتاجت انه اظل ادقق. دير بالكم لا تصيرون مثلي وتوقعون دهن هيجي، بس مو مشكلة ما وقع هواية. بس وراها انت لازم تشيك بالقطرة مالتك وتشوف الدهن هل هو اجا فيت على القياس مال سيارتك او لا. انا هنا أنا مثل ما قلنا انه الدبة هي قياسها فيت ويا المحرك، فما احتاجيت انه اتشيك. سد القبق مع المحرك وننزل السيارة، نزل الجيج. وراها
شغل السيارة شوية حتى نباوع خوماك، وفد مكان بليك دهن أو فشي مثلا، إذا الصرة ما شاديها زين أو الفلتر ما شادي زين، ممكن إنه يدير دهن.